القوات المسلحه. دي وثيقه تقدم بها احد رجال القوات المسلحه المتقاعدين، مش هذكر اسمه طبعا، اللي هو بيمثل مره اخرى الروح المصريه الحقيقيه. خطة العمليات بتاعت القوات المسلحه ده صادر عن القوات المسلحه المصريه، وحوش القوات المسلحه. خطة العمليات واضح سنة 56 ان تيران وصنافير داخله في اطار عمليات القوات المسلحه، والخرائط اهي، دي خرائط العمليات. لو هتدققوا فيها هتلاقوا ان تيران وصنافير كانت في خطط اركان حرب القوات المسلحه المصريه قبل العدوان الثلاثي سنة 56، وايضا في خرائط لعمليه قادش الاسرائيليه برضو حاطين فيها تيران وصنافير، يعني محطوط خرائط العمليات الاسرائيليه وخرائط العمليات المصريه. كل دي وثائق دامغه على ان القوات المسلحه المصريه لديها في خزائنها العديد من الوثائق، سواء عملياتيه او لقوات الامم المتحده او قوات الطوارئ الدوليه، ما يثبت بشكل قاطع ان هاتين الجزيرتين مصريتان. الكتاب ده انا بعتبره بالاضافه للوثائق الاخرى التي تقدمنا بها وبعضها حصلنا عليه من مقاتلين سابقين زي حالاتي كده في القوات المسلحه، قاتلوا فوق هذه الارض وحريصين على بقاء ضمن مصر. الكتاب قدام حضراتكم، وتستطيع اي حد من شكلي وزاره الدفاع هيئه البحوث العسكريه. الخريطه اللي فيها صنافير بس، لان كل الخرائط عامه اللي جوه؟ لا لا لا، كلها فيها لانها عباره عن العمليات في سينا، العمليات اللي تمت في حروب اللي على سينا. هي 56 56، والخرائط دي لسه هنصورها وهنحطها على السوشيال ميديا بعد كده. كل دي خرائط العمليات المصريه والاسرائيليه، لان دي تم عملها بعد عمليات 56. صادر من الملك فاروق بقانون سنة 51 ان المياه البحرية المصرية 12 ميل بحري، ولو وجدت جزيرة تبقى بعد الجزيرة 12 ميل بحري ايضا، يعني من الاول جزيرة تبقى من الشط لجزيرة 12 ميل بحري. لو فرض ان في جزيرة قبل ال 12 ميل بحري من جديد نعمل 12 ميل بحري، لان الجزيره بقت هي اراضي مصريه، فبالتالي يبقى 24 من الشط 24 ميل لو في جزيره في النص. عندنا قرار من الرئيس السابق حسني مبارك بان الاراضي دي تبقى تابعه حولها من اراضي مملوكه ملكيه عامه للدوله الى اراضي مملوكه ملكيه خاصه. الأراضي المملوكة ملكية خاصة هي الأراضي التي يمكن لنا التصرف فيها بالبيع للمستثمرين، وصدر قرار من رئيس الوزراء تلا ذلك، صدور قرار عندي صورة منه، بتنظيم عملية بيع الأراضي للاستثمار. فإذا احنا مش عارفين المشكلة دي جت امتى، يعني ايه المشكلة اللي احنا قدامها دلوقتي جت امتى؟ قطعا جت في الفترة ما بعد حسني مبارك. ايه اللي حصل؟ ايه الجديد اللي حصل؟ ما نعرفوش لحد النهاردة. احنا بس عاوزين نعرف ايه اللي حصل، ايه اللي حول الاراضي فجاه من اراضي مملوكه ملكيه مصريه الى النهارده في كلام انها لا دي غلطه في الحساب. ان كان في غلطه في الحساب انا مش يعني مش قادر افهم تيجي ازاي، لان الاتفاق على الاحداثيات اللي بتقاس بيها صدر سنه 90 ايام حسني مبارك، وبعد كده جه سنه بعد 90 اعلن الاراضي دي اراضي مملوكه ملكيه خاصه للدوله. ايه اللي حصل بعد كده مش فاهمين، انا بس نفهم ايه اللي حصل. يعني ادي قرار الموافقه على الحدود.